أهلا وسهلا فيكم بحلقة تقنية جديدة من حكيتك، اللي من خلالها رح نقدم لكم العديد من المواضيع التكنولوجية المحلية والعالمية. من ضمنها رح نحكي عن كاميرا جديدة من LG بمميزات جذابة لعشاق التصوير والعديد من الأخبار التانية. تابعونا لتعرفوا أكثر. نبدأ أخبارنا مع كاميرا جديدة من LG بزاوية تصوير 150 درجة. كشفت شركة LG عن كاميرا حركية جديدة اسمها LG Action Cam بمزايا ممتازة للبث المباشر على يوتيوب، بتحطها في مضمار المنافسة مع أهم كاميرات الأكشن اللي هي GoPro الشهيرة. الأكشن كام إلها 2 جيجابايت ذاكرة العشوائية و 4 جيجابايت ذاكرة التخزين، واللي ممكن تزيدها لحتى 2 تيرابايت، وفيها بطارية ساعتها 1400 ملي أمبير بتكفي لمدة 4 ساعات متواصلة. أهم شيء بهالمنتج الجديد هو مواصفات كاميرته اللي بتحمل دقة 12.3 ميجا بيكسل بزاوية عريضة 150 درجة، رح تخلي عندك القدرة إنك تصور كل المشهد بكل تفاصيله، وبإمكانها تصوير الفيديو بسرعة 30 إطار بالثانية بدقة 4K، وبدقة 1080 بسرعة 60، وبدقة 720 بسرعة 120 إطار بالثانية. الكاميرا بتدعم شبكات الجيل الرابع LTE، يعني بإمكانك تحط لها شريحة اتصال وهي مقاومة للماء والغبار وفقاً لمعايير IP67 اللي بتخليها قادرة على البقاء في الماء لمدة 30 ثانية على عمق 1 متر. الكاميرا بتعمل على أنظمة iOS وأندرويد، ومن المتوقع أن يكون هنالك تطبيق متخصص لإدارة الكاميرا على النظامين. حوامل للموبايلات في السيارة بتعطيك القدرة الكاملة على التحكم بالموبايل من دون لمسه. أعلنت شركة لوجيتك عن إطلاق 2 من حوامل الهواتف للسيارات، واللي بتوفر للمستخدم إمكانية استخدام الهواتف الذكية المزودة بنظام أندرويد أثناء قيادة السيارة من دون لمسها. ووضحت الشركة السويسرية أنه حوامل الهواتف Zero Touch الجديدة ممكن تركيبها في فتحات التهوية أو على لوحة القيادة أو على الزجاج الأمامي، وبمجرد ما يتم وضع الهاتف الذكي بهاي الحوامل المتطورة بيتم تشغيل أحد التطبيقات لنظام أندرويد، وبيسمح التطبيق للمستخدم أنه يجري اتصالات ويكتب رسائل ويسمع الرسائل، وفي إمكانية استخدام تطبيقات الملاحة والموسيقى من دون أي حاجة للمس الموبايل. أما عن كيف بيتم التحكم فيه، فهو عن طريق الأوامر الصوتية، بالإضافة لتطبيق بيستخدم الكاميرا الأمامية لحتى يقدر المستخدم أنه يتحكم مش بس عن طريق صوته، كمان عن طريق إيماءات الوجه. وأعلنت شركة لوجيتك أنه حامل الهواتف Zero Touch Logi المتخصص لفتحات التهوية بالسيارة بتوفر بتكلفة 60 يورو، أما عن تكلفة حامل الهواتف Logi Zero Touch المتخصص للتركيب على الزجاج الأمامي فتبلغ قيمته 80 يورو. جمهرة، موسوعة عربية بتمتاز عن الويكيبيديا. أطلق رائد الأعمال المصري أحمد المصري خلال أبريل من عام 2014 موسوعة عربية على الإنترنت تحت اسم ويتب. نازل عنه بعد هيك لرائد الأعمال السوري أحمد حذيفة اللي طورها، ومنها نقل للاسم العربي جمهرة. جمهرة هو موسوعة عربية بتقدم المحتوى بشكل مكثف وموثوق، على عكس ويكيبيديا اللي هي بالرغم من إنها موسوعة معروفة ومعرفية موسعة وشاملة، إلا إنها بتفتقر في كتير من مقالاتها للتوثيق، ولأن الجمهور العربي أظهر عدم اهتمام بتصفح المواضيع المطولة بتقدم جمهرة المحتوى العربي بطريقة مكثفة ومختصرة، ولكنها بنفس الوقت مضمونة وموثوقة، وبتعتمد على المحتوى اللي بيضيفه الجمهور في مختلف تصنيف المعرفة بطريقة مختصرة وموجزة، وبتجبر المستخدم إنه ما يزيد في عدد أحرف مقالته عن 600 حرف أو 100 كلمة. ولهلأ صار الوقت إن ننتقل لمقابلة مع باميلا مرجي لتحكي لنا أكثر عن Engineering for Kids. Engineering for Kids هو برنامج تعليمي بيعتمد على فلسفة STEM Education في تعريف الأطفال على مبادئ العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات بطريقة ممتعة وتفاعلية. بنبدأ من عمر 4 سنوات لعمر 14 سنة. هلا في خلال البرنامج بتم دمج الأطفال بتجارب تحديات أو تجارب
بتربط مفاهيم العلوم النظرية الأساسية بتطبيقاتها في المجالات المختلفة من حولهم. هلأ في توجه عالمي ملحوظ تجاه الستام education، وهذا بسبب فوائده الكثيرة للأطفال إلى المجتمع. هلأ سواء هذا البرنامج يتطبق جوات المدارس كجزء من المنهاج أو في مراكز تعليمية خارج نطاق المدرسة، فمبدأه الأساسي هو اعتبار الطفل مركز العملية التعليمية، فبتتصمم المناهج والمواد التعليمية وحتى طريقة توصيل المعلومة للطفل بطريقة إنها تضمن إنها تزيد قدرة الطفل على التفكير والتحليل والإبداع، وبتوسع مداركه وبتخليه يفهم العالم من حوله أكثر. هلأ بالنسبة للمجتمعات، فتأثير الستم إدوكيشن على المجتمع هو بيجي من أهمية المجالات العلمية اللي هو بيركز عليها، تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوصل لكل ما هو جديد فيها هو اللي بيحدد مدى تطور مجتمعات عن مجتمعات تانية. هلأ إحنا بتحضيرنا للجيل الجديد وبتقبله هو لهاي العلوم وهاي التطبيقات واحترافيته للتطبيقات المختلفة هو اللي بيعطي دلائل على احتمالية أن تكون هاي المجتمعات ريادية ومبدعة في المستقبل. احنا our vision ك engineering for kids هو انه احنا نعطي فرصة لكل طفل من اطفالنا انه يتعرض لهي التجربة. هلأ كل الدراسات والبحوث اثبتت انه الاطفال اللي بتعرضوا للستام education من هم وصغار نتائجهم لقدام بتكون اعلى كتير، فهذا اللي احنا بدنا نسويه، بدنا نخلي كل طفل من اطفالنا عنده الفرصة انه يتعرض لهاي التجربة على المدى الطويل، مش على مدى قصير، مش ياخذ بروجرام واحد او تنين، لا يكون اشي اساسي بعمليته التعليمية لحد ما يكبر، لانه هذا هو هاي هي متطلبات العصر، وكل الاطفال لازم يكونوا equipped بهاي السكيلز وبهاي المهارات لما يكبروا يتوجهوا لسوق العمل. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة حكيتك لليوم. المزيد من الأخبار التقنية المحلية والعالمية المتنوعة رح نقدم لكم إياها بنفس الوقت، ولكن الأسبوع المقبل. مع السلامة.